واللي مازال نعانيو منه، ومازال هو وراء الشيء اللي تفضلت به، وراء حملة التشكيك. كورونا مش أرقام صحيحة، هذيك مش نعرف واش مش أرقام صحيحة، كما قالها الأخ كلم على مناطق الظل، وقضي إهانت المواطن كذا، إهانت المواطن كذا. هذه ناس مثل ما تفضل به السيد الرئيس في أحد، يعني مستندا إلى القرآن الكريم، ناس في قلوبهم مرض. احنا ما نشككش أبدا، عندنا لجنة علمية من كفاءات عالية حريصة كل الحرص على التدقيق في المعلومة. احنا مش كيما مثل الدول، في بعض الدول تعطي أرقام وقريبة منا، ما نصفهاش، قريبة من تعطي بعض أرقام اللي لا غير عندنا ما يؤكد أنها غير مطابقة للحقيقة، ولكن هذا شأنهم. احنا فيه معلومة، احنا نتابع من هي الدولة اللي في المنطقة ولا أبعد من المنطقة، اللي لما يتوفى الإنسان توفى عادي في البيت، نديروا التشريح طبي، قال نشوفوه إذا مصاب توفى بالكورونا فيروس ولا ما توفاش. ما كانش دولة هذه، قليل يعني، ما نكونش كاين، ولكن في المنطقة ما نظنش، لعلمي ما كانش. خليني أخر، لما يكتشف أن هذا يعني توفي بفعل مرض الفيروس، كل العائلة كل عريس الكشف والجيران وكذا، حفاظا على عدم انتشار هذا الوعي. شكون اللي عنده هذا؟ اذا الكل ارقام نعطيها الارقام دقيقه 100%، الا اذا كان شيء يعني الطبيب اللي داره او اللجنه لا علم لها. اما كل وفي حرص، في ضمير مهني ومسؤوليه سياسيه على عدم مغالطه الشعب. ولهذا كما تشوفوا لما توصل 100 قولوا 100، لما توصل 199 قلنا 199، ولما هبطت 94 قلنا 94، دوكا طلعت 111 ولا 115 رانا نتبعوا. ولكن هذا هو، ما كانش التشكيك، يعني هذه مرض لإلهاء الناس، يبقى هذاك المرض نتاع السابق. لا، وكاين حتى الناس اللي راهنوا وقال هذا النظام جديد كذا، شحال وقت وشحال يبقى؟ شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إيه واش تحب تديروا لهم؟ خلي الوقت. قلت لكم هذيك المرة القطار انطلق، القطار